بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ما مدى انعكاس الصراع السعودي الإيراني على الاقتصاد اللبناني وعلى النقد؟ معنا في الفقرة الاقتصادية دكتور بلال عليمي، محلل مالي اقتصادي. دكتور بلال، أهلا وسهلا فيك. اليوم شو رأيك بالشي اللي عم يصير اليوم على الساحة اللبنانية، واقتصاديا ما هي المرحلة المقبلة؟ هل فعلا هناك خوف على الاقتصاد اللبناني؟ نحن اعتبارا من عام 93 تم الفصل بين السياسة النقدية وبين السياسة الاقتصادية، وبالتالي حاكم مصرف لبنان سعادة الحاكم بأكد أنه يستطيع السيطرة على الضغوط التي ستواجهها الليرة اللبنانية. وأكيد برأيي أنه الليرة لن تتأثر بالمدى المنظور، إنما ستتعرض لقليل من الضغوط. إنما على الواقع الاقتصادي ونتيجة مباشرة للصراع السعودي الإيراني دون دخول في متاهات السياسة، سيكون في أثار مباشرة على الاقتصاد، وربما نتائج هذا الصراع ستظهر في معدل النمو الذي سيظهر آخر السنة، الذي برأيي لن يتعدى 1%، بينما خلال فترة وجود الحكومة ودولة الرئيس سعد الحريري على رأس الحكومة كان في تفاؤل بأنه يتعدى نسبة النمو 2.5-3% رغم كل الأوضاع السائدة في المنطقة. هناك تداول، هناك كلام من بعض الخبراء الاقتصاديين أنه هناك انسحاب للودائع الخليجية في الأيام المقبلة، ما مدى دقة هذا الموضوع برأيك؟ طبعا إذا راح الصراع السعودي الإيراني نحو يعني مثل ما بيقولوا to the extreme أو يعني إلى مرحلة كتير شديدة، ربما سيكون في ضغوط على التحويلات من خلال العقوبات، وربما اللبنانيين المغتربين الموجودين في دول الخليج ما يعودوا باستطاعتهم أنه يحولوا مصاري لأهليهم الموجودين. والاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كتير كبير على تحويلات اللبنانيين الموجودين في الخليج. إنما بدي أكد شغلي أنه اليوم ودائع القطاع المصرفي بلبنان تتعدى قريب 150 مليار دولار. ما بعتقد أنه الخليجيين سيقدمون على سحب ودائعهم بشكل يؤثر سلبا بشكل كتير كبير على الواقع المصرفي والاقتصادي، لأنه ما في بديل أنه يروحوا بهذه الودائع إلى مكان أفضل من لبنان. لبنان بتعرف يتمتع بنظام اقتصادي حر وسرية مصرفية، والودائع تحظى فيه برعاية وعناية مثل ما بيقولوا، ونسب الفائدة مرتفعة، هذه غير موجودة في كثير من دول العالم، وبالتالي لن يكون في تأثير مباشر. أما إذا كان في سحوبات لبعض الودائع فنسبة إلى 150 مليار ما لح يكونوا نسبة كبيرة ولن يؤثروا بشكل يعني مباشر. نحن لبنان واقتصاده بانتظار يعني ما ستقول إليه الأيام المقبلة سياسياً. أكيد أكيد.